المنتج عنده 300 ألف من عند الدولة كدعم. هذه 300 بين الدولة وبين الفلاح. بعض زراعة صيفية تنحو دير بعض القمح، تنحو دير بعض الفول، يعني وهي هكا يمدهم بعضهم حتى المدخل. والله حاجة زيادة. الأبعاد بين الحبة والحبة حوالي من 25 إلى 30. من خلال هذه الأيام الحقلية راه يوصل في المسار التقني الصحيح للفلاحين ومتطلبات النبتة عن قرب حتى يتمكنوا من معرفة المسار ويقوموا بزراعته بطريقة جيدة. احنا كنا من بين السباقين يعني في ولاية كرت هنا نجربوا دوار الشمس، وهذا تقريبا المرة الثالثة رانا نزرعوا فيها. حاليا التجربة نتاعنا زرعناها في 5 أفريل، واليوم بعد 70 يوم بالضبط نشوفوا في أنواع راهي وصلت للتعبئة وعبئة البذور، في أنواع راهي في فترة الإزهار يعني، وحتى أنه تمكنا من أنه نجرب بعض العصر تعب شوي كمية من البذور باش نشوفوا يعني النسبة نتاع الزيت اللي وصلت حتى ل 40%.